إيه في مينو عزيز نهارا نسيو الخزومي نهارا نسيو الخزومي تيو الشام نهارا نزوارو دي رمضان فبارك الله فيكم دام الزوار وقع خصنا غير نسن أزومية ويخان خفاظ تحسن مليح رب العالمين يلقى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام رب العالمين إتراغت خنا في القرآن الكريم خميغات في القرآن يا أيها الذين آمنوا نداء من الله المؤمنين رب العالمين إتراغت خنا المؤمنين إيوا وش الجنج وش أرنج خميغات في ذا المؤمنين أشياما شان حاجة تتقل نير أشينها خشان حاجة واتتقل شان رب العالمين يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام رب العالمين إتام المؤمنين الزم أزم الصيام قد وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله أظن بنادم وعيتت وعيس وعيت جميع عبودة مغاف النص النية النسة خالصة لله عز وجل لأن بنادم خميني إغيق الأمر نسيد رب العالمين خدني غتيرين أتي زكا النفس النس النفس النس أتي زكا أتي نقا أتي حتى مزدكت زمار الأخلاق الرذيلة من ويحري فرب العالمين يذكرنا دي الآية إن شقا فارخهم وما كني وأتزومهم ممشو ما يوذن قبرنون الأمم قبرنون الأنبياء الأقوى مثل ولن هنا يمار في سيدار بالعالمين تغتزوم فالآية ذي سغون الجارقة لعلكم تتقون الغارة قعز بزومي مرة يثمين وعزم باش من المغاسيريش التقوى أتيري خمي غيزوم شهاي كمر أزومي نيشان ممشي يوم أصيد رب العالمين ممشي ذا نغي علم النبي عليه الصلاة والسلام أتيري غان غيجن إجن الإيمان النفس النغة تنبغ بغل أعمال صالحة فأقبر غسي ورغ خزومي من الجان مسموح من الجان ممنوع الأركان الصيام الواجبات المباحات من الجن مسموح من الجن من الديا على زومي ذنب الزوار وقع اخسر غان السن واذا نغيوم على ثنس رب العالمين العظيم جل في علاه الكريم فازومي اخسر ديس قرن انت قاري يجن عظيم الخالق الرازق الكريم الحليم اللطيف أغان غير القرن إذ نتوقع القرآن شاق يوضخ سورة النحل شاق يمقع عجيب الآيات رب العالمين يتجنغ الدعوة دعوة الدعوة ذي القرآن بس لنا يا الله أتفذ الآيات رب العالمين يتبيانا نغذيسن من دلغي وشاق عمار وشاق ميغاثقا عقمت غصورة النح غام رب العالمين جل في علاه ذي الآية ثمارة اشتوانيش هو الذي أنزل ينبت لكم به الزرع وسخر لكم الليل ولكم فيها جمال حين تريحون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا الآية مثلنا لنا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وشغت قيم تقار الآيات رب العالمين ممجد نغذي تبيان النعم النس الغذى وضغى الآية الآية المهمة أليس نتقار يكشاهم يصفهم يستهوى دما نزق جنة يقاوم رب العالمين النعم ذا نغيوشا مريح سلم
وما بكم من نعمة فمن الله. أي النعمة مقطعون زي سيدة رب العالمين جل وعلا. أي ما تحسبهم النعم لهم بشير وزن ما تحسبهم نعم الطاس النعم بلا حساب. يختم الآيات رب العالمين أفلا تذكرون. الآية خميني يتنتي ختم باش نشين أدنى ربرن أديار ابن أدم ربرنس. الآية ها رب العالمين جل في علاه من كل الآية يتبيانا نختد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ولعلكم تشكرون. فالآية مرة إذا غادي تبين سيدي رب العالمين السوف غرض ثمنت للشفاء للناس آغيم زيد فوناس رب العالمين تبين غدا النعم مسمار النعم. وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها. النعم لما غيمشي لسيدي رب العالمين أمرا ما تحسبت وزن ما تحسبت. فبنات مخلي غيقرا القرآن هذه عيشك القرآن هذه عيشك الآية اللي غيقرا بالدراسة من كل الآية أتصغى رب العالمين جل في علاه يستهوى يرغب أمان زوج جنة يستهوى يرغب دار ربيع وشا نخثاك وشا نخثاك وشا نخثاك. فبالله عليك غنى غاتي تمني عامة غي وشا مارة وشا ينال زاد جن زوم عاد خميغا نزاد خميغا نزوم هذا غي وشا عاد. يا الله سبحانك ربنا ما أعظمك العظيم جل في علاه. نعم ذا غي وشا نعم أفي أنفسكم أفلا تبصروا. بلا مخبي غير غزاغ على نفس النس غادي غزاغ غير في النس يفس نظام تيطاوي العقل. نعم ذا غيوشا يا الله نعم 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 يخسر غنشك يا سيدي ربي العالمين نعم ما نشك عليك هذا غياني هذا غي يحفظ هذا غي يجني عامة لأن دايس ديال القرآن الكريم يبدا نقبر منه يذكر يذكر دار ربي العالمين ديال القرآن توغسنا النعم واحمد نشا واش كانش رب العالمين يكسس. فالنعم اللي غيوش تصير رب العالمين نعم الطاس اكبر نعمه وافضل نعمه واحسن نعمه خلقنا مسلمين يخلقنا ربي مسلمين نقى لا اله الا الله محمد رسول الله نعمه يجب تنقرا دمار لم يتك الركوع يتك السجود. فالخو يستخدمي غنسيو الخزو منين أزوميات من لجنة الرحمة لجنة النعمة زي سيدة رب العالمين ينشي مين تعني الشك مين تعني الشم مين عني غمش باش تعمد سيدة رب العالمين جل وعلا. وإلا مش حالي وذان دي ثموث أقين سنجي ثموث غاس نصحة تكتع الزينو غاس نقرات من يتكتع الزينو غاس نتومو بينات غاس نتا غاس نتا ولكن أصر ما تجي نقودي مسلم من قام واحد زجين واحد زومين واحد بزن واحد سنور فاشك نغذ النش مش حقا نحن سيدة رب العالمين يخضارنا يخضارنا سيدة رب العالمين إن غير المؤمنين كتب عليكم الصيام قفات خوم أتزوم فيخسن غنسن العبادة يعينتك قم ركات بدر حساب العبادة يعينتك خسن غنحن سيدة رب العالمين كما يوفق سيدة رب العالمين تقد السجود تقد ثانية عدي ثمار تقال سبحان ربي الأعلى. فرب العالمين يخسيش يقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ويعطي الدين لمن يحب. رب العالمين يتش الدنيا يقول انه يتحب الدنيا ما يتحبش يبدا يوعد ذنبو سيدة رب العالمين يمشاش من الدنيا مشاش غاصب. ولكن الدين يتيشي دار رب العالمين بغاية من يحب رب العالمين ماليوش اش الدين فيحبيش. يا الله يوحمد سيدة رب العالمين منع امنع. فبارك الله فيكم كنو يحفظ سيدة رب العالمين خسنا لم الزوار وقع عند السلمان ايه خني غنسي ورعوز خوزهم بين الاحكام التاتة لان مش حالي وداني يمكن داس دياس القناضي يمكن داس دياس باش يعاود بلاد ما يقيم
16 17 18 تعديل وايتي توايتي ان فهو بين عز العبادة لله فرب العالمين يسكن الانبياء يخضع الانبياء دار الرسل تغتبيني وذا باش العبد نسي دار رب العالم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهذه النبوحد هذه عيش نجي ثم هذه يفرهنا هذه السعادة هذا نسي دار رب العالمين جل في علاه وقت يثبولها نورة دار رحف أرغث عبد الله سبحانه وتعالى مش حما غنقرب غسي دار رب العالمين مش حما غنسنسي دار رب العالمين أغان غيري الخوف الزيس أغان غيري الرجاء أغان غيري التوكل خاص أغان غيري الإيمان أتيري سي دار رب العالمين تقدم الأمر مسكتا في كل شيء أنسنسي دار رب العالمين جل وعلا أمس ذو الصيف أمس ذو العظمة أمس ذو القدرة أمس ذو الخلق أمس خمي غفقال القرآن يا الله عيشك القرآن قال القرآن فهم من دين إثقال قال تفسير مننا العلماء ذي الآية مننا الصحابة روح على التفسير يا الله هتعيش هذا يجمنا ذي بغا لأن رب العالمين جل في علاه التاني تاني غاس تنقران تقع التاني تاني يتحيد بس إذا رب العالمين جل وعلا خمي غيف العبد النس يتوجه غاسوها خميني إذا تكتاز الأعمال الصالحة رب العالمين أشحيب مريحي بشرب العالمين سنوى في يتقد الطاعة يتقد العبادة يتقد للحديث القدسي فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعذنه ولئن سألني لأعطينه أتيري رب العالمين اش يحفظ أتيري غتخزر بغامين سبحان أتسرير بغامين سبحان أتكسر شوفوس بغامين سبحان أتبوال بغامين سبحان من مثل تالي صلاة رب العالمين أدي شتوش مرث تشد خس أشي عو أشي وشهنا أشي وشعر راح أش ديار البر مش غدي لأن أهم شيء إرمونا خميغية في خمس ضي الطاعة زدت على الطاعة أمو المشاكل مارة في ورب اللي عند خش رب العالمين يعز مشتي الطويل غا الطاعة أنت غا العبادة أنت واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قبل أن تقرأ الآية من القرآن تعيش لك سنت يا الله أتر العبادة أنني تقدر أن يستفد تصيودي يقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثلاثة حوالين انت ذي فضيوذين الإيمان لقرمز تري خمي تزوجي خمي تقاض خمي نيمة خمي تسباحة تشي لك تزيوذي تشي لك رحنا واتسخي القعد طاك لمنين ملكة قال القرآن أقشبوها مالا تازدون تبدل زي القرآن غالي استغفار غالي تسبيح قال عوض عوض تسبيح عوض تسمى ما مزاها مزاها وشي الميزي مرقش دي الصالة مرتب الدعاء ومزار بمانا يام سهول دي خسر كم تغزي الدعاء لنا التسمي ذا خلص قال مانا يام ويفهم مانا يا ابن آدم أنا تغيي تبق لي حياة نس عاف عيث نسل مش توجه سي الدعاء دعا سي دار رب العالمين جل في علاه هذا شي يعزق الثبات هذا شي يعزق الخشوع هذه الصلاة هذا شي يشير هنا هذا شي يشعر الرحف علي اسلام اي المشكلة غاك توجه غاش توجه غاسي دار ربي ويتحزن ويتقنن لان غاش كلشي انت يبقى الحاج تيرين اديري قلوب العباد بين اسبوعين من اصابع الرحمه يقلب فيها كيف يشاء رب العالمين قد جبد الكراون ما مشي خصم انت فلهذا بارك الله فيكم لكنه يحفظ سيد رب العالمين فيزم ينغمز ما يجبين وعزا خسر غرح من سيد رب العالمين لكن شكا رجع ثايس درخالي ثايس
اخر السيور في وش هذه الخطبه الجمعه غادي نص الخوه السيور خدا مشي تحو زومي لان نتصل ونتقرا نتصل الاخطاء خصنا غلا بد نتعلم انا مش الوقت ان نتعلم ديننا اخسرنا المسيمانة اثنين سيمانات قبل غير في رمضان حتى يشرى على العلماء يقرا ديال الكتب السنتا 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 باش تيري الدين نسي سنين اهم شيء ثاني ثم الزواروت العلماء قال ينبغي على كل مسلم عاقل بالغ اذا دخل عليه رمضان ان يتعلم احكام الصيام هذا فرض عين على كل مسلم اخ صيام شرم اغاسيري الهم هذا ديال الشوق والرغبه غادي يسند الدين غادي يتعلم الدين لان ما راه كيديش الحاج بلا العلم رب العالمين وازيك يتقبل وازيك يتقبل اي الحاج اللي غيبو مسرم ديال العباده الدين يخصها تيري على علم يخصها تيري الحاج تنين اقتدي الدين من غنيشة غاتجي بوا تيقامني وها تيرا مع الى وها ما مشي خصني تا وها فلهذا بارك الله فيكم اظني غاسل الاركان غاس المثال ايبيلان يخفيب ايبيلان من عنا هو نمضغي غا تنسى ذن زوارو النية والنية تفتح دي الأعمال الصالحة مرة مرة الأعمال الصالحة العبادة باش رب العالمين هذا شي واش رجع رجع أي العبادة التي تقوم سر خصنا من الشروط النية العمل نما ذيري خذ إذن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين الحوايج ما روعد جين دي الصلاة دي الحج دي أي عمل تزودت تقارب الغسيل رب العالمين يخص اثنين الحوايج أذيري لله ها واحد واثنين أذيري على صواب أذيري خذ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يمازيس النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية الجزومي وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل أتنوي الجزوم القرنش النية أني ميني غزوم يتمار اشتبار بالعالمين ثاني تنجل العبادة تقت واجبو يوضع مضا ايوه انش قاعدة نزوم الجزوم غرنش نيغي واقع بشكال حقا بلا نمس حطس هذه ينقص نيغي واقع حقا خبرو الماكلة دي ثدار واجي من غير قبل هذا واجي من غير شحشو ما قع لا 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 وهذه اللحشو ما لا يبدلنا ثلاثة خسارة كثير النية باش رب العالمين يزديك يقبر من زومي يقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى العمل يغطي قدو من عز الله ليس النية نيشا لله تعزو ضرب العالمين خش يعرف أشي جازة هذا الشيء وش راجع من تقد واتجبو باش الشكان يوذان واتجبو باش يخك سيور يوذان لا 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 النية غتيري لله سبحانه وتعالى كذلك النية مرمي غتيري النية ذي رمضان أظن من شهر رمضان النية غتيري قبل الفجر أتري سجيت يغين وبنادم بالله قاتي وشا غادي يزوم هذه يبدا غادي يزوم شهر رمضان ذين اثنين الاقوال العلماء ذين ويقال نكون نهار هذه نكوى بنادم هذه تجدد النية بالله غادي يزوم ذين ويقال نهار يمزوها تجير تم زوارة الخو نهارا نهار الخميس هذا نويق ذكورينو بالله غادي يزوم شهر رمضان صافي ذكورينو غادي نعزم بالله ما تجتهدوا شهر رمضان الزمة أجبوا أن يريسوا في المهم نيغا التاري نيغا تقذبت على القدم ويش أنتويق لا 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 نقول مش هلاخ صاف باش وراء باش بنادم وغاسي تيريبو الوسواس هذي زوم سيمانة سيقارة لا قيد ما ضحكة ما نويق ما وانويق لا لا شكل ونهار إلا مش نحش بنادم ما ريزوم سيمانة اثنين ثلاثة إصافة وشي الشا عام أيام خمس أيام بكسافانس ذلك العلماء قعناش أتنوي تعاود المثال ما عاد يقيم عاد رمضان يقيم اش عاد أزوم عشا أيام نغسي منها أتنوي تعاود بلا قد زوم رمضان نيغ عاود تمغاف مرست توقعت تمغاف المثال غاس تسيب غاري المثال غي شهر خمس أيام نغ ست أيام واد زومي واد زيد جي ذي ريا مثلا سيمانة ني نغ ربع أيام نغ ست أيام خمي غاتش خمي غات بدا عاود تزوم هاد السعر ها ذي سنين أتنوى عاود بلا قد زوم ها النية نفر الزيت
إلا ما لا أزوم من النافلة بلا ما تزوم الاثنين الخميس نفس أيام شوال نفس 13 14 15 ما لا النافلة واخا بنادم يكاد يودد واقع تري واحد الشيء زير في جام يوددها قالوا في بول ماكلة لي غاسغ انا غادي زوم هذه نوا خدمني هذه نوا بالله نهارني غادي زوم في سبيل الله ذي اجى الحديث فقال عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث صحيح مسلم تنشيه الصلاة والسلام يوفد غذا الدا في السقسايم إنا ما غنش الماكلة إنا غسوالو إن نسفى إني صار قام دريتتين مسموح بلا نافلة واخا واتين ويبوق بالفجر كذلك أظن خميغين وبنادم أتي رواية زير فجا قبل طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس غاس الوقت نز وتجيبوا بنات بالمثال هذا شي نش الزوم زير عشاء الرعصة نير المثال زي اثنين جيرف اردها لا 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 غاس الوقت نز من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس قبرت غير نقاع الفجا ارغت غير فوش هذا الوقت وزومي في الشام هذا رمضان أنا بذا رمضان لأن يجب الدعاء تغي قارف النبي عليه الصلاة والسلام خميزاريوة يقال الدعاء من يقال الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يخزغ ويوع يتق الدعاء من يقال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله لولد الدعاء إتويت بالنبي عليه الصلاة والسلام كل جزء من خو أثيمي أذيع بحرجة إني ذكر مش أتقام كل يوتارة تغفى اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله أستعود معاود إني توكيد حتى ضمات نغات 65 سنة أتيني نغا آيز نغا 70 سنة اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ونتذ الدعاء يعلمخ النبي عليه الصلاة والسلام طيب الخبر هذا ميزون بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خميت غايا ورمغها بغالي الدن رمغها أبي سر الآذان بغالي سر الله أكبر بغالي سر الآذان أبي قيم غطى برغيش واجبوا دي رجال ويكمر الآذان الرغيز ضجريك لا 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 السنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أبي الشبران أبي كتاح بوش مع قموا من الناس نغادي سويا مان نغادي سويا غير مهم أبي كسر مغها زي السنة غادي يكا غادي يزاد رمخا غادي يعقل غادي يشري ماكلة نيشا يقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إن شو ذا نذيرين الجيش نرخا ضام قران الجيش البركة ضمغا الجيش البركة ضم قران مالا ضغيات تكسن رمخا ثاني تينة النبي عليه الصلاة والسلام شنو غنغيري السمع والطاعة خطوة ديال الخطبة نبغيهم مش راه يحب النبي خمي غسل ينة النبي يقيت النبي يماسس النبي خلاص يقيتوها كذلك بنادم خميني يغيش مالي تسلاني الأذان إني تجاني مثال ديال المغرب تسلاني الأذان يخسر وايت غفير بو خل الأذان وايت عيوذ من يقال مؤذين قيتك كسر مغا ولكن يتعوض من يقع المؤذي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمارن أن قام من يقع المؤذي بغخم غير حي على الصلاة أنني لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك بلادمة الوعد دي يعبو صلاة الجماعة ذي مزيدة لأن قبرت وخمت ومتزومة وذن تزجن مار ذي تدري من المخا هذه الزجر في الدات هذه الشيخ بليد غير صلاة مزيدة هذه الزجر عشر طاعة وحلة صار مغاب ذي مزيدة اكل جماعة خلنا غير احب لادم هذي كسر مغاب ولكن الخوخة قناة ذي طيب
خبيض غصاص الماكلة الميتان، خبيض غصاص الغان الأذان، هادشي تحبوش نطمع، تحبوش نتيني، فقبل، أسامح لي التعليقات الخو، من بعد وشا غنغاب التعليقات، الخو قال لي غادي نكمل الحديث، غيكون درهم إن شاء الله هاك التعليقات، بارك الله فيكم، خبيض غصاص الميتان تحبوش نطمع، قبل تغشل، أتقل الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مالغ الدعاء، إني تكيد يعني باش ان شاء الله ما روى الوقع وثابح وقع زي لايفا اترمد بعد بغال الأدعية بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بس دعوض بغاز العقل لأن التصني وذا مخو يخسر التعليم نتعلم لابد ضروري لابد ضروري لان ما الاولاد من قد في السيور دغيا دغيا صافي دوني تجمع صافي يوني اوذان تنام انا مني تنام انا فيها غالي تحس فيها تحس فيها انت في بلاد مي تحس فيها خمسه سته دروس ولكن مي من يتعلم من يستافد والو حتى يني سوا مني تقن الدعوه بشحال السيور بشحال يقا ولكن مين استافد لي وذا شمال اجو نسمع صماخ دير حيل امسمان يبيخ دير حيل علق غاد شنحشت حسن زير ميين سمع وصما غولا دي الجن وعلق غولا دي الجن واستيف دو غولا زكي الجن فلهذا بارك الله فيكم مالكي دي الجن وعقي الجن يتعلم ازاي شنحشت حسن زيد درياد من دايس ولكن مالا ذاني تا 100 200 300 الف 2000 3000 سي ورد كي تعدود وحد واحد كيشاب مشكله ادعوه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الدعاء يا ابن ذم أذيك ذواني الدعاء الحديث الصحيح نيجا ذين يتصن الأدعية المغرين ولكن ذواني تا إجا ينات الرسول عليه الصلاة والسلام ذواني إذي غاني كنشي ما ذين الحديث صحيح ازاي سلك حسن وانت بوزيشن حاجه النغري واتي يجيبوا النبي واتي ينبيوا النبي عليه الصلاه والسلام كذلك زي السنه بنادم غادي يصحب ثاني تتصني وذا واحد السين مشى غير تعقيز الناس غاتعرف بنادم يقيم واحد اثنين ارمي ثلاثه نجيز رجعت لي تقريبا ساعه ساعه ونص اثنين ساعتين مين يقى حاجه وشي واحد يضيع الصحة ويصحى يضيع الصبح ويزود الصباح مشكلة ثانية لا السر الخوك صحة خلينا غنحا عاود انا حاجة نحاش نوني ثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال انس ابن مالك ان النبي تسحروا فان في السحور بركة النبي عليه الصلاة والسلام ان صحة بلاد مصر هذه صحة اذا صحة ليس البركة سلخ خميرة شغين قال النبي يمنى قديش البركة خلاص البركة تحميت ما مش تقتلش البركة دي صحة البركة دي التمنية البركة دي زدة البركة البركة خلاص لأن لم الزوار وقع اتباع السنة استبعد السنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام واثنين ذي مخالفة أهل الكتاب لأن حتى أهل الكتاب تزم ولكن هنا وتصحان شان كذلك هو من عز الملك تاع الصحه الشيء اللي حبه من الطمان يغني يخسوي ان شاء الله العصر يغني يخسوي دائما يخسر تيري غتقوي خنها نير يدغى تفوت وزوم راه كيريو اجن النشاط وتجيبو ممش صحه نير ممش وصحه الشيء اللي ديش الفارق يمغى البركه نير ان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك يقال انس ان شيء اجو مع زيد ابن ثابت النايم زيد ذا صحابي انس ذا صحابي الناس زيد ابن ثابت انس الناس لغه صحه اك النبي عليه الصلاه والسلام الناس انا من كمل نشا نصحى الناس اللي كان زوج صلاه الناس انس مش حام اذي من الوقت جاء اصحى من يصحى الصلاه الناس القيمه 50 الايات 50 الايات ذو نذر قيمة جاء أصحى
الصلاة. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، نعم سحور المؤمن التمر. النبي عليه الصلاة والسلام إشكارنا أنصح استما فخمي غسل العود على الحديثة خلاص ربدت ما غاكير دي تدات حظيس تحبوش اثنين ثلاثة خمسة سبعة. المهم مينة النبي عليه الصلاة والسلام إيوا صحة استما خصك تشبر عاصير شحال حشت ماكلة كذا، ولكن طمعنا لابد دينيري ما يمي يسير خص النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أظن يجد من عزل السور العود كيش الحش مهم الطس التصني وذل التغفير الخاص أظن واجبه بنادم وايشي وايسوي وايشي معبودة بغاثنس وايشي سبوك بغاثنس زمانا يواها إغان فهم ذي نير بعض الحوايج انت كيف انت غير عادي أتفت بنادم المثال الغيبة النميمة إخارقون شهادة الزور رحسل الشحنة ويشهوة ويسيولك ويتمرغي ويتمرغلك ويشهوة اكثر مرين اكثر الظلم مشكلة هذه. ذين إيش الحديث رب العالمين يغفى العباد النصف لنهار اثنين الخميس إلا اثنين إني تمرغى إني تمرغى وسيور ومس بوتشماس أو مثلا كل جالس في وشماثين بابس دميس بابس ديماس مهم الجيران فاميليا هنا خو قاغس نيمني يتمرغى أرتو مليح خو الهدي وكيدي مليح بلا خو قيوباز والشام غديزو ولكن يتمرغى كوماس نيغاك وشماس نيغاك عزيزيس نيغاك بابس نيغاك كذا هكذا. هذه ستة الخشب اللي جنزاو هذا الشيء اللي ما مش خوينا يتمرغ شكلو ماش نير شكلو تشماش نير شكل عزيزيش نير شكل عديش نير شكلو تشماش خت مواخ نير خت منيات نير خت نير خت. المهم كل جند المشاكل اللي خاص ثاني تاتين مال سنين سن ظالمين قد سنين سن خاص بالاثم سنين سن قيد خصاف ولكن مال جن ظالم الجن مظلوم الظالم خاص الاثم المظلوم خاص الشيء عجب خوش بنادم يجي مظلوم وش على سلمه وش على سلوالته الشيان عازل تقدا عازل تكسس جينس 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 هذا السيني القاشك خمر واصل يحلي قومش نغمر واصل يحلي كعزيزيش نغمر واصل يحلي قال عمل مشقر ياه ما بالو المظلوم المظلوم مين يقدر فلهذا بارك الله فيكم هذا التور بربو مليح فالظالم تكسي الكشي خاصة والنيل هي عن صلة الرحيم والنيل هي جند السبب من صلة الرحيم يكس صلة الرحيم تكمل أكثر عزيزي أكثر عندي سك أك فاميليا أتفت بلاد بالمثال أكو شماسك أكو ماس مشكلة ثانية مصيبة تقرض مصيبة تبغى اجل الحلوها هذه توبنا اذيار الحقوق اذيار الحقوق يوماس نغي وشماس نغي عمتيس نغي خاتشيس نغي يا لابد مروات عليه ذو الحقوق سوجد عروامش سوجد عروامش واغاك من غثاور واغاك من غثاور فقا واخبار يتزوم ما يعب ذيتك يوم القيامة يتعبد المرة اذي راح غا يتباب من الحقوق يسبب من الحقوق ما رمي تدير أغسني لها. طيب أخو أنا بلاخيني يشهد من الزوان ذي اللي خزان غا الحرام ذي اللي يتحسن يصوت الشيطان أقوم الخو ضرمضة أتفذ عاذ بنادم يخزان غا الإذاعات يخزان مثال غا يتفرج ذي الإذاعات يتجل المسلسلات أخسي والعاذ فبقوا أضحكوا شوية شوية ذلك تتم يقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش
ورب قائم حظه من قيامه السهر. تحبس مليح عييت مينو عز ايمينو او مينو اببينو تحس مليح تحبس مليح الحديثة ذاني تيخص تمام سرم هذيك العبادة خيج نحاش تكمل هذيك نيشة الإحسان ذا الإتقان باش الرياح راجع للثواب العبادة نسي خصها وزيتي نقصبو راجع عشان ما عرف العبادة اللي تقل إن قصص رجع ربطات عشان ما عرف تبطلها ضيع فقع مرة أبدي الحديثة عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ونتاتر إما نينس شوية وها نير يزور ولكن يخرق شهادة الزور البهتان الغيبة يعمص المعاصي ها قيزو ولكن نزو مني كمارة ذاني تذير ذي الحادثة من يابح يابح بغام الجوع الفاد انها يكمل انتي تجوز انها يكمل انتي فود ما يمير خي خارق النيد الغيبة النيد شهادة الزور المعاصي اللي يقام زوما تقيل الحسنة ولكن السيئة اللي تقيل مارة ضيع انت شكون شي حسنات روح انت شمار لان بنان ايه من عزيز بغا يقول غيبة الحسنات اللي صافي سكت انت روح انت صافي واقيم تقول الكتاب كذلك بنان يتقل القيام تزاد جاي ترود الصلاة القرآن يقع ولكن غيبة النميمة سا يروح شكون شي من عيني فلهذا بارك الله فيكم يكنو يحفظ رب العالمين فيزم من غنزم باش نعبى النفس النار وتجيبو بنادم هذا يحبس النفس النس وايس وايت وايت جميع هذا مغنس نها يكمل ولكن دي الحوايج النغنية يرس النس ياهو بين ساعتها كيدير خو بنادم ها قد قل أعمال صالحة ولكن تقل من ويحري سيئات مش حقك السيئات مبرير حسن الحديث النغنية عرض يقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل بهم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شو النير إوا يتاكي بوي شهادة الزور للعمل بها والنير يشهد من الزور يخدم منا يخدم يخارق شهادة الزور الحق يتعرض للباطل بنادم ما يقيم ترنت يكان بنادم الصغاقة نادم قد يحبس وانت شهادة الزور خوش من ذي يقع قيل يدير حبس عي بطن زوان صغار قد شهادة الزور قيل وضاري خو قد عاد أقي عاد داني ترت سنين عاد تعرف ويروز مغاثين ومسكينة وقتل حسك عشرية إحنجا أربي حفظي أربي كذيش البارك أربي حفظي تعرفي النبي عليه الصلاة والسلام إن شو النوى والنوى والنير ويتاكي البو شهادة الزور إن ش النهلا ما يتاكي الماكلة التيسيد وايشي وايسوي إن ش أرب العالمين مزي صغير حدا جبر بلاد ما يقي من هاي كمر وايشي وايسوي نتقيتك شهادة الزور أما هاي كمر نتا ذي البهتان فلهذا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام يتحذر لنا سمانيا يخسر نفسنا أتنمنع وتجيبو حشاخ الماكلة تسيدوها لا من لم يدع قول الزور والعمل به يعني من لم يدع الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه سمع رب العالمين وعزيز يتحذيجيبو أضي تاكل مثال وايت توايس من هاي كمر أرمغة انت يخارقون الولد الغيبة النبي مثلا مين تبقد مين تبقد رب العالمين واش انت شهو رجع مرى المثال تبقد عملية من ويحر المرة الحديث من غني عاود الحديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب
إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم فلا تساب وأنت صائم وفي رواية فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس إذا أظمني إفاضي خلق رب العالمين لحكم جليلة الحكمة الناس باش بلاد ما ضيع بالنفس الناس الأخلاق في سبحانه محاسن الأخلاق أيا زومي غاية ثمين وحسن وعجبو بلاد ما يقيم وعيشي ويسوي وها لا 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 أخسر غلط في خفنا بلاد ما ضيع على الخنس وخيتك شن عشبة حريق اللي يبدأ اللي يبدأ ذي سيئة يخفنس ذي الحديث يقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شا زومي وعجبو حاشا زي الماكلات تسيفوا زمان أيام غير فهموها إن أزم الحقيقي هي بنادم أذي زم احتزي اللغو والرفث ومقال اللغو والرفث الفحش من الكلام وجميع القبائح مرة يورني عفانا يورني الفحش يورني المنكر كل شيء من أين أسمي تعك بنادم لأن من أين يسنقز يسنقز راجع الصيام أرتيري لحظة بنادم يديع الصيام من صمار مرة من ديوي الحسنات إيرو حسك يغزى إنش حتى بلد مريع الداخنش بلد مريع الداخنش ذي الوقت رمضان ذي الوقت وزمي ذيك تاريخ فنش تسليل شن حاجة المكتة وخزي في مغاف مش ذي تعاون مش ذي ذي الجيران ذي ذا ذي ذا تبز غير فنش يعني اللهم إني صاحب قاش قزوما أجب مش تلي ذي انت أجب تسغيو القاس عاش عاي قزوما أبا عاي غير عاي قزوما لا يقول لا يتمرق في المعنز قال يا واش جاي خو قزوما لا لا خصها شك اتذكى لي خدمش بلا قزوما باش وتاري باش وقت من غير ما انا بنادم يعص بلي غير قام راه يبد هذه يقي باش راه سلاح منيني سلاح الغضب مني اذا صغيره طيب الخوم انا هو غادا مش غنزج التراويح التراويح القيام ليس الأحاديث الطرس أخص نسيور في الشاء الفضل خو أنسيور كيفية صلاة التراويح ما مش غاد الزج خاصة خو أقان غادي تدري فبناد ما دي الزج نتا تمغاثنس ثارونس أغاس نيري ليش مخان خاصة ذي رمضان إني غالي تسرير معرة إيش مخان أن جرن أثنش خاص يقراءة القرآن الصلاة يمشي للعبادة ما بنات مواقعات سبو التاسع واقعات سبو ويناس صالو صالو الميت غينا مانيتت خبيغا جمع الماكلة خبيغا يقل أتبع هذا المثال ميسان كلاسا ويناس إيش مطبيق إيش مشدة مشدة مزداك هذا إيش مترجع والتراويح ذي الحديث مثنى مثنى نكور اثنين نار ركاعين نكور اثنين نار شاعين هذه تسجل بنات ذا ميتاتير ما بنات مغاسم مثل سر القرآن ساعدوني علم المش القرآن يحفظ القرآن ها قوم الخو أتف المشنة أزيك الزج إذا الدات يا خالد نعمة تمقرة ونقعد جنب مثل مثال يحفظ القرآن نعمة مغا نعمة مثل اللغة العربية هذه منع القرآن هذه سيقا هذه قال مثال ها أتزج مسا وانس بس إني كسي جنب إذا الدات وشبنا من عام سيدي أضي الزج اثنين 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 إما 11 إما 13 نقول اثنين أسنتي تقى السالة ذي الويقان مين تحفظ أزيس الزج ولكن بعد ما رايح في الدروس ما ينبغي يقطارة وحنتا شهاي كما نبغى سميني يتقوى أحسن وأفضل أدي يبدأ أدي غير قول أن يكمل شراع برخص آية آية الآيان مثل خمي غيب وضغى الآيان تمسيه هذه تتصل رب العالمين أو يحفظ زيت مسيه الآيان الجنة هذه تتعى رب العالمين هذه اسمش الجنة مهم الآيان الآيان نتان عما سيري غزاف صار مغاة النص ثعور النص يخسر مغلاب بغى نكسر مغا صافي ويغى يقول روضو غد يقول روضو ونستوج ديخ في النخ من غيب وضع عشاء أكسر رب العشاء أنبدا التعروح ما مش لغيت ببلاد دي مزينة أمني غيك حتى ذي الدهر غاسير النشاط يجلب العزيمة
وغادي تجلبي تلبوم غادي يعقو بنادم غادي يعقب غادي يدفع لا خصها فمغا في حنجان كلشي الزج غادي الزج بنادم غادي يكون مثلا اثنين حزبات يزي غير الزج اللي تداه النص ما لا يزوج مثلا اثنين اثنين خصنا تسوى حرب تسوى حرب ما لاش يجي غير يسد خاص ندير عشان الحديث لان الاحاديث اللي خلاتها خاصة سواء خلق ايام سواء مثل رمضان باش بنادم اتري غاس النشاط نغل مثال الاية اثنين يزي الزوج غادي غا تفسير نسنت ثانية الصبح نعم اشي اللي خبيغ الزوج خبيغ من التراويح لكن دعاء القنوت دعاء رب العالمين جل وعلا ها زي السنة بعد التراويح هذه قبلات من الجهة النس شريط وانت غيمي المثال والفاق انقي من الفاق يا عيد سنين جير ثنين نائل سنين جير ديس البركة ثلاثة ساعات اني دار عن ساعات اني جير ديس البركة المغا خاصة اني خدمان دي عجل اشغال كلا كلا ابلاد مريك جرد ثم غاد كشي نحنجان كشي مريت ادنك تاقدر رفجا انصحى انزج عود الصبح جماعة نعمة مغا ثانية نعمة طرم قلت ما لابنا ذمي بذل يقمانا يا ذي ثد دعث نسي شن نعمة مغا بلاد ما ذي يحمل صيد رب العالمين هاتي شكا خمانا يا مريب ذا ما ذي نتبت مغا ثنس تاروت نعم بعد الصبح هذه قبل القرآن هذه يسبح عجبوا المثال رمضان أثنق المثال ليش نحاش أتعلو ذا بردوان لا أنا كنت عن أعمر الصالح هذه يحفظ بلاد القرآن هذه يبدأ هذه يحفظ إني واعي السين شام إني توغا يحفظ أنت سوراتين والضغط أنتي ديار عاود هذه فارة نقول الجمال يقيم ذي الغماطي قايتن وني غا يحرم صافي ويز ما يشي غادي يجرد هذه من عيخمس ديك هذا حال يقروضو غادي يعقل انا بغيت ورا صافي ويز ما شاف صافي يطوي التقند خدني صافي خدني يخصي شويه قاشا بركي ما يقدر يمكن غادي يبو قاني غادي يجي نحيد شويه توا غادي يصاص خدني هذا حال يتوحم اتوحمني وغنجيبو روح هذا حال يتردها لا هذيك قبل ديرو ديك الغاشرة هذيك نعم غادي غير القران عاود غادي يسبح فتليفونات انترنت ولات اخسر غادي بجن انا بجن غنسد مرايا باش نقابل العباده نيشان نمشي خسر رب العالمين جل وعلا ها التراويح يمكن مرزيت والني ويز المال غادي يزدج بمثال سرقيه غادي يزدج توغيمي بلاد براهيم غا يزدج خلق راسين عام سيدي غادي يتفق القران يهرش ويز المال يقيم يبقى خمير غيتقول الركوع غادي يكا غادي يقول الركوع خمين غير السجود اللي هو عاود غا السجود ومي واي زما اي واي تمشى وانت تقول مي زما زما غادي تدير الركوع لان شحال يودا واه السي مشى يتزاد جا خير كواسي هادي يا زيدا دار يبوا ما في زيدا يبوا خير رامز انت اللي يفغى زيدا غادي يبقي مش غادي يدير الحاج ميمي يقال لا واش كنتي تزيدا دار درس مزيدا يبوا خير رامز وانتو سيبوا ذلك من بعد تمشي تغاس مزيدا ومي ويز ما بنان لا ويز ما غادي يبدا الطناس غادي كبر تكبيرات الاحرام غادي غا الفاتحه غادي يقيم خمي غير يقيم مي بي ويز ما غادي يبد خمي غير يقر الركوع غادي يكا غادي يكا غادي يبد غادي يقر الركوع هاك الجماعه ما غادي تجري هدا مريز ما غادي يقر السجود غادي يقر السجود لان الاركان الصلاه واخا كيوطي ولا ديش من الركن شكل زما بس مالا بنادم يزما الركن اللي غادي يخسر يك مالا واش يزما شا واش يزما شا مثال بنادم يزوج صغيري ولكن يزما لي الركوع وزما تبدل بنت غابي غير الفاتحه وزما قعدت بدل حتى الفاتحه ني واش زما كباقي زما لي الركوع كا بنت ايك الركوع عوثقي طيب الخو المهم انك الجهد المغري ان بلاد الملاي بدا ديك التراويح غادي غا القران اليس حس كلام الله اتحس اطغى القران مار الايات ايش النعمه نعمه اللي شهر رمضان رب العالمين كارما رزيت باش بلاد ما غا القران مار كلام الله الاوامر رب العالمين مره من خلق حار ومن خلق قثاثاثا ولا علا ولا علا ولا ورنغ الفي كان شي حاجه في النور اثنيه في النور
غتفخذو باع باش تدني للمعاصي غادي يستقم بلا الخدير غادي يدير مليح. كذلك لاني اتصلني ولا ويزدار لي بو ساعة ونص اني مزيان خزومي تفز بنادم قارش الله قادم زياراني وصافي قلت لي القصح ما قص. لا 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 النبي عليه الصلاة والسلام إنما نعلم أبناءكم الصلاة على سبعين. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نعلم مصار ونون الصلاة أخذ سبع سنين. فالصلاة نعلم مصار ونون أخذ سبع سنين. مر الأعمال الدين أثنى نعلم مصار ونون أخذ سبع سنين. مماش مالي خصها يزوم النيل يتورى كل شيء يزوم لي ثلاثة يماشي يسماشي يسماشي باش دورة باش نزوم من تقلب ديال النيل كذا تدي غير اي حاجة راني مزيان اربع سنين خمس سنين خمس سنين ولا تقدروا غير خرج هاد الكغولة مش السنين لا تكسر لا اجي هادي يقول انت اللي قمي السيري لان احد راه مزيان يحفظ يرمد سميني خزان خميغه يا سبع سنين تيري احسن تقول لي نقرا ما يمير دي خزان كماس دي وتشماس دي كماس دي لاباس جيت ولكن مريت وقعت بيتي الغد وانا شفت البيت قصي وانا ديس وانا شكامو عوز ضربها باز اموش الى تروح هاد الشب الى باش اخمي غاد الشب صافي سبد اربع ساعة انت نسيت باش تجي في المسي قراص الشوا والشوا هذا حد دامش لان احنا جاي مزيان خمي غاد دغيانس شمارة ابو بكر يلوني نرجو ليبيب يتاز دغاري اتيري يرمز شان حاجة الميثال في البيرة دي المدرسة يتاز دي قاري ابي غزا 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 ما مشكير نتا لعبني كاع مو يفسرني ربو وانت راه تجد حاجتي بيت عظيمة شكو خد راه ديتي هذه النوار ولكن تينا سوا مليح جا دار ثاور جا دار ماني ما يسيود مليح مرميس غادي ديك خصها تزوم خديتي ريبالي خديتي ريبالي خدني و 13 14 بريج نقول بلاد مثال قد حاط علامات البلوغ تاع حجاتني تاع حجا خدمي الطماطي خصني غادي يزوم غادي يفهم ولكن ما توه داربت امشي نخرج توا في خفينو يما مسكينه يحفظها رب العالمين يتقال بالبركه الزقوم يعقل تزوم ما سقتي داير خمر بي بدي غاشيني غاوصينو ناخذ سبع سنين ناخذ ثمان سنين ناخذ تسع سنين ناخذ 10 سنين بلاد الزقوم اللي كان مزيان نرمل سواء صلاة سواء انا اصوم تو غادر انا بواحد زيد مزيدة قرر هي مواد تبرغ الزج الطربي الزيت مزيد بنادم يرستقريس مالين حتى بنادم واخا المثال يفغابري ولكن يقيم عادي يمنع لي الصلاة يمنع الكزوم ثقار اجن تصحابش ثنا شنو غنتما تعاونو الزوم تو غيدي مزيان باش خبيتو غترازان تيري بجوز نعاد تو غتزوم مربيغا تعاشوا ثواب بس عشرة تقعد فارف غون زوا ثم شي حاجة مزيانة تقعد انت معرفن الزومن نتعلمي ثم الزومن خميت ترون نريد قسنو عندي سجوع تيش ناس نشان حاش تيران ديس تيران ديس سركو ذندر مخام فلهذا ان شاء الله بارك الله فيكم بلاد الملات ولا ميس غاسم الحماس الزومن اذكر واهن من النعشاء واسم قابولة جيد مره وني خصنا ندير زوم وخضر مزيان الجيل ولكن مره ويز معشا ويخص زياشا مش سجل ايش بي غاشي لو تيقاش تجوز غير كذا انا ساعه روح مليح تستول ضدها يم وتستول ضد راسها يم قبل المغار ساعة شوية خدمة كيستمرغا ويسقى لان الخول دا مره يزوم غاس رجع الوالدين نسعود غاس مرجع مره المثال واطي السيول شا وخسبوا الاذن فلهذا تعاون نغش جيل حتى مره المثال بلا ما يتزادشا ذي اللي حنجاني مزيان تيران ني غبان ني غتقل ما عليش غتجيبو غير مشكل لان مراك عاود زيارة ثني ني غتمرغا كيس ني غتقيس اتيري اسقى مني ني تقني قصح ونزمع ثن حدا ونزمع كيس نسي ونزمع كيس نيرا فلهذا ان شاء الله خسر غادي اغار سيري الحكمة اكي حنجاني مزيان ديال الدار كذلك يا ايمان وعزة مهمة طاس بنادم ذي رمضان اغار سيري الحكمة اكثر ونط ذي السيفن غتجيبو مي شنيني غيدي شنين مثال يوم رمضان الحمد لله تبدا غاتلقى الحجاب الناس تبدا غاتزاد تبدا غاتقرا القران وشاي الناس ني غبي بس سنا ميدي صار رمضان لا رمضان شهر المغفره شهر على الرحمه سواء ديت مزيدة يولد رخمي التوبه تعقب من الشباب غات مزيدة غتعقب من غاسي دار بوال تجيبو غاشي تعقب قبل هاد المخمير غيبدا الصلاه يتوبه غاسي دار ويغفر الذنوب انت
راه كي نتي غتبدا تقعاوني توبن افني توبن افني بدا تقد الحجاب او تشمينو او مينو توب غسل ربك ويخزى العبد ويخزى تقيد المعصيه توب غسل ربك العالم ما مشنا تقيد المعصيه رب العالمين تراغى خوذا يديروا بيه اني قارقا ربي غاسمي سي قارس توب اني قارقا ديني ثلاثة انا ربي سي قارس توب فلهذا بارك الله فيكم صار ونخمي التوبة خلي تعقب الغوبري وتجيبو انا نبدا زيد هاي نزوى قد زدت جيت بغادي رمضان يلقى بغادي يعدو رمضان وش غاتفاعل ايوا هو اللي خصها وتنقى نهائيا كيش نتقدو عاد كيش نستواش الحكمة باش القيمة وتزاد جنع مثل لان مهمة طاس شهر رمضان مساعد بشو السوق السوق الصالحين السوق الاستجارة مغا رجع الحسنات السور عاد المتبخ في الشيخ الاحاديث يستوى المخرمة ضد زمي يا الله في وشها تسلم اجن الخطبة طازة رحيل رحيل ابي عز وعقي مشى الكمرة الهاتي وكيدي مليح رخو ثاني تاتين ونضيع الحسنات لنا ذي الافلام ذي المسلسلات ثاني تا مهم ضروري فبنادم الميزان هذه السر هي خصنا نساكن الاعمار الصالحه كالطاعه او ان يكون اتخزام دي تيليفزيون دي المسلسلات ني دي الافلام ني كلشي ما ني حرام تحس بريحه ومينو ابا بينو اي مينو الحجه والحاج والحاج الله يهديك قال افلام ني دي المسلسلات ني قبل ما يخزا دي المنكر إخزا ذي المنكا إخزا ذي الحرام إخزا ما لا يخص نأكد من مليح الإذاعة ثني نشان ما ريني قلس تخطيط قواعد جبو قد تقدم نيوها تعزل الهد من الإسلام هذي كسن رحيان سجي مسرم فلهذا بارك الله فيكم تبس بيخفنه مليح المسلسلات ثني ذي الأفلام مني كل شيء تقني وهذا يسني إخزا منه لأن ملكة بلهم إخزا يخزى لمن يدني يضيع الحسنات انت رب العالمين يتمرن في القران الكريم تحس بريحه بين او مين غير حاج او ني غاتجا 60 70 80 تحس اي مين بس تحس مليح اي ني خزى ديال الاذاعات الافلام ديال المسلسلات تحس مليح رب العالمين يبقى قل يتخطب النبي عليه الصلاه والسلام يقرا ايني يا محمد ايني قل للمؤمنين إن يزن المؤمنين خمي غسل المؤمنين ذي سيا يزن تمغاري قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له إن الله خبير بما يصنعون إن اسم المؤمنين أغض البصر بلانك خمي خزا لتلفزيون يخزا الأفلام اختزاغاتو عايد يا بلاد تعزو الجواب ابا بينو او مينو خميس خزا دير خبارني شعطون تيتي مغاري شيات شوايري مانا ينير ما حالا نير حرام تاني هي وها جاوبين شك ذيني وذان ذيش نحيا ويسمى لي فوارج اكسريتنس ويسمى لي فوارج اكميس دبقرا أكيد جيست القرط رحيلني عديس بغادي يزميس غدا الدافني غي جيست يغمو كذا قال السخسي بالله من العكس مني رحيا وخاطر في بلادي وكل شوي تخدين وغاسبو العيب خدين ولكن عاد رحيلني ليس ولكن رحيلني هادي يسج نهار اكس اتيري بنادم تطا ونص خزان عادي اتافد الخوي ولا خزان دي بوكس خزان دي تشما خزان دي لي توعاين تيودا الوايري مشا دي مغاري الوايري مشا سعدتو ندير خبار تلفزيون دام قران في مغاري نعم سيدي سحاب التنس والله يغدي ماني جا الايمان مش ماني جا الحياة يقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء والايمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر من يلقى غمور ان ثاني تدعيش اذا تصني ولا تعيش الملايين يتعيش معنا يا زبوم يتغيكا تلفزيون يا اصدقاء موليس من تسعدوا لك عادي تلفزيون العوري يورني عفانان يورن انت يورن انت قال خوز ما ديالي غمار انا مثلا لان كي ديو ذن
قلت دي فيسبوك مالك يا اخو انا نسالو من تقن ديال الاذاعه التلفزيون غاتنخلع غاتنعس باش تجي خوش ميدان 30 سنه زي عام 90 ايدو سير زي المغرب المثال غير خارج 30 سنه وخصا بودي الاذاعه تمي مي غانوري توقات بلا ندير انترنيت شرم خضاري شرم حاج قاش قش من تقن ديال التلفزيون غير كذا اما الاذاعه واقي مخشى تفرج غريزي انا مي تو غنتفرج تو غنغدي مزيان تو غير مثال الافلام اللي تغاد تقان ديال المسلسلات اللي قاع القبح حني تو غادي يسن تو عايد ني تو غادي يسن او غادي يجيو شنو رخو ارخو زي عام مثال في 86 87 اللي تغاد عشرة عاد ديال المغرب ارخو المثال القرن ديال 2020 مي خزاب ديال الخضا دي انترنت ساعدتوناش تقرا شنو ديك الاذاعه مويفراني قهمي اللي تساعدون واتي من اش ما نيت كنتي واه ما نيت كنتي تم غاري شطحون تعايني صور الدعايات واش خزان ماني جا ماني جا اوراون نيوزاني خزان عاد يخزان عاد غمانيا فلهذا بارك الله فيكم كنا يحفظنا رب العالمين لان رب العالمين قال هلا شاغي دي خانو قعد جيبو لي مني وهم قعد جيبو زيد وهم وني انت صافي بسلامه لا 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 مره وني واحد بليخ في النص ورب العالمين قال اختبرت يبدا الموت ديال العالم يبدا دهر الشمس في طرف عمان خصني نهضر ندي بلوكسير حضار ديال ندير بنات كيجي الجنازه غير الداعيه جن الشيخ رشيد حداش اصياح سيدي ربي العالمين ازري غير شن فيديو اجن الاخي الناس نقوم اندر نص شتو واحد غادي ندير هاني تو غادي نهضر ندير النبي غاي اندر نص شان 300 ينضرو زين هاني خمس حالات اللي يموت ندي ولا لهذا بارك الله فيكم كنا يحفظ رب العالمين خصها الاذاعه الافلام المسلسلات اثنسبت لان ما ناين الشر الشر تدري اطار ونو يسيهنا انا كنخدم الشغل نصن شي عاود كنخدم الشغل انا تقم شي عاود نقرا بعدل ها لا بد خصنا انغيار ملكه لان ما لا مسقا ما لا نتقن دعوه سقا العوام اللي وداني ودان عادي شي اللي يوقم من دايس الادياس ادياس غاي وزان مريني عادي التسخيش للوقت وزان تيري صافي فلهذا خصنا لا بد الدعاء تنبين انبين ما انا يعني وزان باش وزان دايرين على بال رخو الاذاعه قبل ما تبغى تنفذ شو تقال في الاذاعه يا من يمسر ما هو عرب ما يرومي ما هو زين كلشي كيف كيف مالا خزاد خزاد تفهمين تقلينين تقلتيني فلهذا بارك الله فيكم سيو الطاس ديما انايا باش واخا نطوي الخشاء كذلك يا جماعة العزة مزيدا وختمو اثنين حوايج داني تاتيم ديني وذان اتفضل انها يكمل يزول يحبس يخفر النص ما شاء الله يود يخفر النص دوك زومي ولكن سبحان الله العظيم خمي غير يكسر مغا يتكسر مغا تيجي الحاج تحرم اتفضل قيم دي بارا غاس قال ركفوس يا ربي اتعفوض مرة خيني تبرنس الدخان يا ربي مرة ونيت برنس الدخان يا ربي عفو خاس يا ربي عفو خاس يا ربي عفو خاس يا ربي سقد فات زيد تبريت الدخان فبلان دي رمضان هذي كجنس شكون سمعتك زيد تخا دي رمضان والله يا مرات كي الجنس استعقد زيد تخا دي رمضان وشفتو غسيل ربي ثلوده سقع مرة ديك المعاصي كوري الجن زي عصا كوري الجن من تبريت إليس لين ويت تبران المثال سمو زيكا لين ويت تبران تاريخ المغاربة لين ويت تبران يخصني من واحد حرير لين ويت تبران يخصني نكون جمد تبريدي خاص وشي خصني رمضان بنادم اللي جهدت عادي تاك الدخان اللي تاك سدي رويا سي سيدي ربي يا ربي سقف فيا ربي سبع خفي رب العالمين كريم رب العالمين خاش يسمع على الالي الحار الدخان اللي يقتو غتمثل اتلحي تشاهط اتحيل ونيت كيف ندخل اصقاد يا ربي تو خاص اتقل الدعوة اصقاد بعد من دخل خاش لغة كيف همامش 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 هذا تغرب العالمين اكني ويوفق طيب ميزي لو بغا ختمو شهر رمضان شهر القرآن شهر العبادة واجي وشهر المكلة واجي وشهر المكلة صافي برامي يبقى شوية الشباكية يبقى شوية نسلو يبقى شوية ابواب كور سيمانه هذه سوجه تقيل سوبا يقطع جين تحرات هذه ستش يومين اللي اخترتيا خمي غتقضى عوض اكثر المغرب الماكله ايش ماركه للماكله ماضيه زيد ديال زيد
ماذا يسوم يسوم، ماذا يسرم يسرم، ماذا بطاطا وهذا بطاطا، ماذا الطاجين اللوبيز وهذا الطاجين اللوبيز، ما يمشي إغن عما ميسا كيف ميسا ليش كشي. لا وين تقال الإسراف؟ والله يبدي ما هيك بلا بلا ميزوم خبيت غير 16 الماكلة يقيم برا قصتو ما هو ذنب الزيارة وتغير ذنب قرم قصتو معاه غتزيد بنادم يتعمى ليش بعد يقص 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 ويقال بنادم ويزما ديال النفس ويزما مثال هذيك القيم ويزما يقيم ويزما يرد. لا فبارك الله فيكم بنادم اللي يسوم فنجان من تحراف هذه شوية الماكلة خفيفة راه ما تمتيش بنادم ما يتمتيش قبل سوي التحراف نيت شي حاجه مخفيه صافي دور لي انت قويت شويه العباده باش راه كيدير النشاط ديال العباده. الله يوفقنا انا كنت شويه من الدعاء طويل في العشاء اخو يدد غالي دايت تير عشاء لكن النبي يحفظها رب العالمين اني ثاني من سوره ونوم خو شقي عاد اسبانيا ثم واحد مسكينه قلت واحد زدي بلجيك 10 حنجان كلشي ثابت خو على واحد يا ربي كريس البركه يا ربي حفظيك أخسامة أتفكا ويد غي سخانة أتفكا كاك سحاب كاك سا كاك رمقان أتغاب سا وكسا 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 يا ربي حفظيت يا ربي حفظيت الماثينو يا ربي الصاريت يا ربي حفظيت عروين يا ربي قدس البركة فأنا كنت الدعاء إلي ثمين سولة ونوب لكن نوي حفظ سيد رب العالمين فأمركم رمضان أنزوم إن شاء الله يجوزوا ميضة صبحا وخر بيت البنادم وعيد الحبوغات مزيدة ولكن رب من الحي القيوم انت تشل الايمان انت تسحق السكينه انت انت اللي تسحق الخشوع وش فراس واخا قشدي مكه ما ربي واش يمشي بول الخشوع واش يمشي بول الخشوع ما راقش دير حبس ما ريوش شعر بالخشوع يمشى شعر بالخشوع فلهذا بارك الله فيكم ذن الزوارق عن فحص رمضان ان فحش فرح ثمغا لان شهر رمضان شهر الرحمه شهر المغفره رب العالمين تشري تجمع جايمغا هذا هو يعجب الحلقة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ثانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد رضا فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا، اللهم تقبل منا سجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين. اللهم استر نساءنا ونساء المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا. اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادي في بلجيكا. اللهم احفظ أولادي في بلجيكا. اللهم احفظ بناتي يا رب العالمين. اللهم احفظ زوجتي. اللهم احفظ زوجتي. اللهم احفظ أم يوسف. اللهم احفظها يا رب العالمين. اللهم بارك في صحتها. اللهم بارك في صحتها. اللهم بارك في صحتها. اللهم أعينها على تربية أولادي. اللهم أعينها على تربية أولادي. اللهم أعينها على تربية أولادي. اللهم احفظها من كل سوء. اللهم احفظها من كيد الكائدين. اللهم احفظها من كيد الكائدين. اللهم احفظها من كيد الكائدين. اللهم اجعل في قلبها نورا. اللهم اجعل في قلبها نورا. اللهم اجعل في قلبها نورا. اللهم اكفيها بحلالك عن حرامك واغنيها بفضلك عن من سواك. اللهم اكفيها بحلالك عن حرامك واغنيها بفضلك عن من سواك. يا ربي احفظي ثروين ذي بلجيك. يا ربي احفظي السير. يا ربي احفظي ثم غافر. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.
يا ربي وغاسمح تبي غاشك يا ربي احفظي زم يا ربي يا رزقي زم يا ربي كريش البارك يا ربي اتعاون طمقاتين وغطار بي سيح نجا يا ربي عاوني تغطار بي سيح نجا اللهم كن لها وليا ونصيرا اللهم كن لها وليا ونصيرا اللهم كن لها وليا ونصيرا يا ربي احفظي زم غاسينو يا ربي احفظي زاروينو يا ربي احفظي سيح يا ربي وفقنا الظلم ندير هنا يا ربي وفقنا القيام ندير هنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي سهوة السكينة خسد دافينو يا ربي سهوة دار رحمة خسد دافينو يا ربي سهوة الملائكة خسد دافينو يا ربي احفظي زمغازينو يا ربي احفظي السي يا ربي احفظي اروينو يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي احفظي زمزي الشار يا ربي احفظي زمزي الشار يا ربي احفظي زمزي كيد الكائدين يا ربي احفظي زمزي حسد الحاسدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ربي مره ونهرشن زقم سلمان يا ربي سقنفا يا ربي مره ونهرشن زقم سلمان يا ربي سقنفا يا ربي مره ونهرشن زقم سلمان يا ربي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر يا ربي مر بالعن خفيف وورا يا ربي وغاشك يا ربي احفظي يا ربي انصاري يا ربي ثورا بالعن خفيف مرة ثواث المشرب بدا تعصب يا ربي انصاري بس هذا الحقينو يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مس حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت يا ربي احفظي زينبينو يا ربي احفظي عائشينو يا ربي احفظي جليبيبينو يا ربي احفظي ابو بكرينو يا ربي احفظي محمدينو يا ربي احفظي يوسفينو يا ربي احفظي خديجينو يا ربي احفظي اسيينو يا ربي احفظي حفصينو يا ربي احفظي اسمينو يا ربي احفظي ثمغاتينو يا ربي نعز الحفظيزن يا ربي حفظيزن يا ربي نشتوى خسني خدمان نمشي نغس دي تاوير يا ربي نشتي ولا بلعب تخاف يا ربي ريكي سنصار رحمة مش يا ربي ريكي سنصار رحمة مش يا ربي سهوة خسن السكينة يا ربي سهوة خسن السبات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي وخر شوق جخسن يا ربي شكتو نستر صار رحمة مش يا ربي سهوة خسنا الرحمة يا ربي سهوة خسنا السكينة يا ربي سهوة خسنا الرزق يا ربي كريس البركة يا ربي وفقنا غير القرآن يا ربي وفقنا غير القيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي جمعي كيسن يا ربي جمعي كيسن أكثر وينو أقرب وقت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب تقدر البركه ديال والدينا يا ربي نيه مني غاتجي الوالدين الدار يا ربي كديش البركه يا ربي كديش القوه يا ربي كديش البركه يا ربي سكر فازن يا ربي شفازن يا ربي غاتشافي ديال والدينا يا رب تقدر البركه ديال والدينا يا ربي كديش القوه يا ربي كديش البركه يا ربي كديش القوه يا ربي كديش البركه يا ربي وفقي يا ربي وفقي القران يا ربي غاتوفق ديال والدينا الغاصيان يا ربي غاتوفق ديال والدينا الغاصيان يا رب الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا مجيب المضطرين يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا متكبر يا خالق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا رب السماوات والأراضين، يا رب جبريل، يا رب ميكائيل، يا رب إسرافيل، يا رب محمد، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أم يحفظ إبراهيم دير واش نتمسك الشيخ زا، يا أم يحفظ نوح دي السفينة تدر قوم النس دير وسط النبحر، يا أم ديار يوسف في يعقوب زكا خاسي غابة 40 سنة، يا أم يحفظ يونس دي قعدي اسم مسلم دير وسط النبحر، يا أم يسكن فان أيوب زكا يهرش 18 سنة، يا أمي أزمن ربحاري موسى يحذون تدر قوم النسي صغاق ذيس فرعون ذر عسكا، يا أمي يحفظن عيسى واثن غير وذين يافعي ثغاو جنة، يا أمي يحفظن محمد أبو بكر ذك فريدي روشت المذرع، يا رب يحفظ الخار والنب، يا رب يحفظ الرسيد، يا رب يحفظ الخمار النب، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته، وتاب إليك فقبلته، يا رب احفظ نغزير فتن تمغارين، يا رب احفظ نغزير فتن تمغارين، يا رب اسبع خلق فتنة النساء، يا رب اسبع خلق الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب احفظ نغزير فتن تمغارين، يا رب اسبع خلق الفتن الشياطين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، يا رب التبدغاش، يا رب التبدغاش دي تجربت بزوارة رمضان، يا رب التوبة النقل، يا ربي انت زون زوم مارة الذنوب نتاعك انت يا ربي تبخانا، يا ربي توب ادغاش يا ربي تبخانا، يا ربي مارة من نقا يا ربي تبخانا، يا ربي مارة من نقا يا ربي تبخانا، يا ربي نازلون توب ذي رمضان سورة وننغ مارة الذنوب نقا يا ربي غفرانا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.